سعد من يزرع حياته خير يحصد لاجل احلى حياه اللي بها ترضيه رب العالمين ما اجمله ما عدله سبحان من عز وجل احلى حياه اللي بها ترضيه رب العالمين. الى سيره اخرى ووقفات اخرى ايضا مع قصة زواج أمي سلمة رضي الله عنها بالرسول صلى الله عليه وسلم. أستاذة أم درة، ننطلق معك مباشرة مع هذه القصة التي فيها الكثير من العبر والقيم التي سنستلقيها بإذن الله تعالى مع الأستاذات، وقصة أيضا زواج أمي سلمة التي رفضت كبار الصحابة رضوان الله عليهم، كما أيضا أنها رفضت الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تتزوج به. فما هي الصفات التي كانت موجودة عند أمي سلمة رضي الله عنها؟ أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي هند بنت أمية المخزومية. أسلمت مع زوجها في بداية الإسلام وهاجرت الهجرتين، وكان بيتها أول بيت في الإسلام، يعني أول بيت دخل الإسلام، لأنه كان فرق بين أول من دخل الإسلام وأول بيت. فهي كانت هي وزوجها وأهل بيتها كلهم أول من دخل أول بيت دخل الإسلام. فعاشت يعني تلك المراحل الصعبة في مكة وجاهدت وتعرفوا يعني بداية الدعوة كانت صعبة في مكة، وكان مستضعف، وهذا أدني إلى الهجرة مرتين إلى الكبسة، ثم عاد إلى المدينة. وهناك امتحنت أم سلمة وزوجها امتحانا شديدا، حيث منعها أهلها من الهجرة إلى المدينة، وجاء أهل زوجها ومنعوها من ابنها وقالوا هذا ابننا فلا تأخذيه، ويعني قاموا بالتخاصم عليه حتى أنهم قطعوا يده حينما جروه، وكل طائفة يعني يأخذونه من جهة حتى يعني آذوه. فتخيلوا امرأة مسلمة أوذيت كل هذا الأذى، ثم هاجر فر منهم زوجها أبو سلمة إلى المدينة وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت هي عاما كاملا تبكي زوجها وابنها، حتى أشفق لها بعض أهلها وقالوا اتركوها تذهب إلى زوجها، ما لكم ولهذه المرأة الضعيفة المسكينة. فهاجرت والتحقت بزوجها أبي سلمة رضي الله عنه، وشهد أبو سلمة زوجها يعني غزوة بدر وغزوة أحد، وأصيب في أحد وكان جرحه بليغا ومرض رضي الله عنه. وكانت أم سلمة تقول له فلنتعاهد، قال على ما نتعاهد؟ قالت إذا مت أن لا أتزوج بعدك، وإذا مت أنا أن لا تتزوج بعدي. فقال لها يا أم سلمة أتحبينني؟ قالت نعم. قال فإذا مت فتزوجي. وقال ثم دعا لها دعاءه المأثور، قال اللهم أبدل أم سلمة، اللهم اخلفني خيرا في أهلي. قال نعم، اللهم اخلفني خيرا في أهلي. الحديث الذي كان يسمعه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. وأيضا علمها الحديث الذي تقوله إذا أصابتها مصيبة. فبعد ذلك توفي أبو سلمة رضي الله عنه، وبقيت أم سلمة وحيدة في المدينة، ليس لها أهل ولا أقارب، فأهلها ما زالوا على الشرك وهم في مكة، وبقيت هي أم عيال لها أبناء صغار تربيهم. فهذه حالها في المدينة، فهي امرأة صابرة، امرأة مؤمنة من أوائل المؤمنات، جاهدت في سبيل الله عز وجل حتى تثبت على الإيمان، وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني حال أم سلمة. فلما مات زوجها قالت، تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني أو اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت فكنت أحدث نفسي وأقول ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الله، يعني هي مصيبتها في زوجها أنه توفي، فلم تكن تتصور زوجا آخر أفضل من أبي سلمة، سبحان الله. وهذا الذي جعلها ترد الخطاب
حينما خطبها في بعض الروايات عمر وأبا بكر. فهذا الذي جعلها كانت تظن أن أبا سلمة خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيها من الوفاء لزوجها ما هو نادر في عصرنا. كثير من النساء إذا مات زوجها لم تذكر له خيرا ولم تتحدث عن فضله أبدا، بل تنسى كل ما كان بينهم من خير وفضل. فهذه أم سلمة فيها هذه الصفة، هي صفة الوفاء، فيها صفة الإيمان، صفة الحكمة، صفة رجاحة العقل. ثم بعد ذلك خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إليها أنه يطلبها لنفسه. هنا وقفت موقفا عجيبا، الحقيقة أن هذا الموقف شخصيا وقفت معه مرارا وتكرارا، لأني كنت أحاول أن أضع نفسي في مكانها وأن أفكر بنفسي تفكيرها. يعني هل يعقل أن امرأة يخطبها رجل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الرجال بل هو سيد ولد آدم، فكيف يعني تخبره بأسباب تمنعها من الزواج منه، كأن تقول يا رسول الله مثلك لا يرد إلا أني امرأة ذات عيال أو مصبية، يعني عندي أطفال صغار، وهذا يزعج، ربما قد يزعج الرجل الذي يكون يعني ناقص العقل، لا يحب كثرة الأطفال وكذا، فيتزوج المرأة لذاتها فقط ليس لكي يربي أبنائها أو ليكفو لهم. فقالت أنا امرأة مصبية، وقالت أنا مسنة أي أنا كبيرة، وقالت نعم الغيرة، قالت أنا شديدة الغيرة. أنا امرأة غيور، نعم شديدة الغيرة. فرد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فأما السن فأنا أكبر منك. يعني هذا فيه دليل أنه السن ليس مانع للمرأة من الزواج. إحنا مثلا عندنا في إسقاط كإسقاط في المجتمع تاعنا عادة نحب نغيروها إن شاء الله، اللي هي أنه المرأة إذا مات زوجها حتى وكانت صغيرة في السن يمنعونها من الزواج، يقولون لها كأنه عيب أنها تعود تتزوج ولا أنها تعيد تعود حياتها، خاصة إذا كان عندها أطفال. خلاص عندك أطفال إذا نضب بولادك وسكتي، لكن المرأة تحتاج إلى سند، تحتاج إلى من يقوم عليها، إلى من يؤنسها، إلى من يرعى معها أيضا عيالها. بالعكس المرأة ذات العيال هي محتاجة إلى الزواج ربما أكثر من وحدة اللي ما عندهاش أولاد. شوفوا إحنا يعني بالعكس في المجتمع تاعنا عندها أطفال خلاص ما تتزوج، العكس هي اللي محتاجة أكثر، لأنها تتعب أكثر، تقوم بدور الرجل والمرأة، فهي تحتاج إلى زوج يسندها ويعينها في تربية أبنائها. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال فأما عيالك فعيالي، أبنائك أنا أكفو لهم. فشوفوا الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نفتح قوس على يعني الزواج بالأرامل والزواج بالمطلقات، هذا يعني كان يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي يقولوا التعدد سنة، قولوا لهم أيضا كفالة الأيتام سنة، أيضا أنك تتزوج بأرملة مات عنها زوجها سنة، أيضا تتزوج بمطلقة سنة، ليس فقط تخصص التعدد فقط للصغيرات في السن. كذلك هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في الحقيقة أريح للزوج وأريح للزوجة أيضا، لأنه يتزوج بمرأة يعني مكتملة العقل، تريحه في حياته، لديها تجربة مع الرجل قبله، فتعرف كيف تعامل الرجل، كيف تريح الرجل، كيف تساعده على حياته وعلى تحقيق أهدافه إذا أردنا أن نقول. إذن هذا حال أم سلمة. فقال رسول صلى الله عليه وسلم وأما الغيرة فأنا أدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك. لماذا؟ لأنه الغيرة شيء يعني في الطري موجود في المرأة، فلم يقول لها لا تغاري أو الغيرة ليست جيدة أو أنت مؤمنة ما لازمش تغيري. احنا الان مثلا بعض الناس ينكرون على المراه غيرتها، يعني اذا اراد زوجها ان يتزوج فغارت يقولون كيف تغارين، شوفي نعم امهات المؤمنين كنا يغرن، صحيح لم يكن يقفنا في طريق ان يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الغيره موجوده. فلا ننكر الغيره، ولكن على الرجل ان لا ينكر غيره المراه ويعاقبها عليها، بل عليه ان يحتوي غيرتها، ان يدعو الله، يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتدي. إذا كانت زوجتك غيور فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يذهب غيرتها ويهدئ نفسها. إذن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج بالأرملة والمطلقة وغير ذلك. هنا شوفوا يعني كيف أنها بعدما النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنها تلك الإشكالات التي كانت في نفسها قبلت أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاين واحد النقطة مهمة، لأنه أنا وصلت لها يعني بعد ما اشتهت يعني في قصة أم سلمة بالضبط، هو أنه أم سلمة ما منعها أن تقبل مباشرة هو حكمتها ورجاحة عقلها. احنا عندنا فتياتنا الآن غير يخطبها واحد تتسرع بالقبول، تشوف مثلا صفة ولا شيء مثلا ربما لأجل أنه عنده المال ولا لأنه
هكا يعجبها في شي شكله جميل وكذا تقبل مباشرة دون أن تنظر هل يناسبها أو لا يناسبها. كاين عدة أوجه، يعني إحنا كمؤهلين للفتيات للزواج نتكلم دائما على أنه معايير أخرى يجب بارك الله فيك أخت مريم علينا أن نراعي جيد العادات التقاليد السن المستوى الدراسي الكفاءة المادية الكفاءة الاجتماعية أشياء كثيرة تجعل المرأة تفكر جيدا قبل أن تقبل أو ترد شخصا ما. فأم سلمة كانت حكيمة لذلك أيضا، الخاطب سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك يعني جعلها الأمر تفكر لأنها فكرت في نفسها ولديها غيرها فعلا بارك الله فيك، لأنه المشكل الآن ما هوش في الرسول راهو فيها. أنا أقول لكم أحيانا مثلا أنا جتني يعني حالات في 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 العيادة يعني في المركز عفوا تاع استشارة، فتاة مثلا يخطبها رجل متدين جدا يعني عنده مستوى عالي في التدين، هي أقل منه تدينا ويلزمها مثلا بكذا وكذا فتقبل فقط من أجل أن تتزوج، وهي ربما غير قادرة على أن تطبق كل ما أمرها به. في كثير من الأحيان يفشل الزواج لأنها لم تفكر جيدا، هي لا تناسبه، ليس كل الرجال يناسبون كل النساء. فهذه نقطة مهمة أردت أن أتحدث عنها. أحلى حياة اللي بها ترضيها رب العالمين. أم سلمة رضي الله عنها نالت الكثير من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم ولها حظ وافر من العلم والأدب والخلق كما كانت تحدثنا الأستاذة أم درة. أستاذة حنان طلاس، لما نتحدث عن هذه الشخصية زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني نعدد خصالها ونعدد أيضا رجاحة عقلها وحكمتها، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يستفتونها في العديد من المسائل، فما الذي تحتاجه اليوم يعني حقيقة النساء حتى يقتدين بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم؟ لابد أن نتطرق إليها، أننا لسنا بحاجة لاستيراد القدوات. لماذا؟ لأنه حين يعني نقرأ السيرة العاطرة لأمنا أم سلمة رضي الله عنها وكيف كأنها يعني صاحبت النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط كزوجة وإنما كانت طالبة، نستطيع أن نقول كانت طالبة علم عنده، كيف نالت هذا العلم الوفير وكيف حفظت 378 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وكانت تلقب بفقيهات الصحابيات. تصوروا هذا اللقب، لما نقول فقيه راهي عندها وزن، يعني وزن من العلم، وزن من الأدب، وزن من الـ الأمور التي تحتاجها النساء في زمانها. فهنا لما نجو نشوفوا في الواقع تاعنا نصيبوا أنه بناتنا اليوم يعني حبذا لو أنهن يطلعن على مثل هذه السير اللي هي سيرة أم سلمة، لأنه أم سلمة لم تعطي دروسا فقط في أنها كانت تتعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حتى أنها النبي عليه الصلاة والسلام زاد ورفع من مكانتها. نشوفوا كيفاش، نعم بارك الله فيك، كيف استشارها في صلح الحديبية لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في حيرة مع أصحابه، فدخل على أم سلمة واستشارها، ثم بعد ذلك قالت له اذهب واحلق وانحر فيتبعونك. وحقيقة سبحان الله كيف أشارت عليه بما ينفعه رغم أنه نبي عليه الصلاة والسلام وينزل عليه الوحي والصحابة دايرين به والعقول الصحابة يعني أخذوا ونهلوا من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فقد استشارها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت صاحبة العقل الراجح. الآن بناتنا نقول حبذا لو أننا نكون مثل الصحابيات الجليلات، كل وحدة في المجال تاعها. أنا لما نقول مثلا فقيهات والحديث تقول لك أنا نقعد نحفظ الأحاديث وأنا نقعد نحفظ هذه، أنت لما تتعلمي في مجال اللي تحبيه، لما تكوني طبيبة راح تنفعي النساء، لما تكوني معلمة راح تنفعي كذلك غيرك، لما تكوني محامية راح تدافعي على حقوق النساء، كل وحدة بما أكرمها الله، يعني بما أكرمها الله نعم في مجالها تخلي البصمة تاعها والأثر. احنا لما نشوفوا كيف اجتهدت أم سلمة وكيفاش حتى يعني ولات
تعطي دروس وعبر لغيرها، ماشي غير في امور تاع الدين، حتى في المعامله. حنا ثاني هكذاك لما يكون عندنا علم ونتعلمه ونتفقه، حبذا لو يكون مقرون كذلك بالاخلاق. لما ذكرت ام دره يعني صفات ام سلمه، ما كانش عندها صفات تاع انها تكون زوجه ولا علم فقط، وانما ادب واخلاق. احنا ثاني الان رساله لكل يعني البنات اللي يحبوا انهم يتعلموا، اللي يحبوا انهم الامهات باش تكوني يعني ام مثاليه تربي بنتك، اقراي سيره الصحابيات، خودي من زينب، خودي من ام سلمه، كل وحده والصفه تاعها وطبقيها على بناتك. الان بناتنا راهم محتاجات انهم ليرافقهم، ليصاحبهم، ليتحاور معاهم، ليوري لهم يعني يصحح الاخطاء تاعهم. ولكن صححي بدون ان تستوردي، صححي بما لدينا من مكارم الاخلاق، سواء من سيره النبي عليه الصلاه والسلام ولا من مواقف دياولو. وكذلك الان يعني العلوم انتشرت كثيرا مع التطور التكنولوجي ووسائل الاعلام. نشوفوا باللي مواقع التواصل الاجتماعي راهي فيها عده محتويات، احنا بك نعرفوا كيفاش نغربلوا المحتوى اللي ينفعنا، نعم، واللي يتماشى مع القيم والمبادئ تاعنا. انت في بيتك تقدري ديري رساله كما كانوا الصحابيات، كما كانوا يعلموا النساء، كما كانوا يجتمعوا، انت نسمنوا هذه المحتويات الهادفه اللي راهي لان من بينها بارك الله فيك برنامج احلى حياه. وري لبناتك، وري لجيرانك، وري صحاباتك كيف تكون الحياه الحقيقيه. فعلا استاذه، يعني هذا الذي ينقصنا اليوم هو الاطلاع والقراءه. امه اقرا ان لا تقرا. لا تقرا، نعم. اول فريضه يعني اعود الاستاذه انزلت يعني على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هي اقرا، سبحان الله. والانسان لما يكون جاهل اكيد يعني ما هوش راح يعرف هذه الامور. حتى اليوم بعض الامهات لما تريد ان تنصح بناتهن في شيء ما، فممكن تروح لقدوات اخرى كما قلت، يعني تاخذ قدوات مثلا من الغرب، يعني لا دينهم ماشي كي ديننا، العادات والتقاليد ماشي كيفي، في حين انه موجوده امهات المؤمنين ونساء كانوا واعيات مثقفات عالمات صاحبات الدين. فالان لحد الان يعني ربما الكثير من الامهات راهم يشاهدوا فينا الان لا يدركنا انه صح موجوده في زمن ما فقيهات بمثل هذا العلم وبمثل هذا الادب، وكان الرسول عليه الصلاه والسلام يستشيرهن وايضا يعني ياخذ باستشارتهن. نعم تماما. سبحان الله، كنت يعني في بدايه البرنامج كلمت ابنتي دره، قالت لي امي يعني شوفك متحمسه بزاف لهذا البرنامج. قلت لها يعني عطوني واحد الموضوع انا عشت به حياتي. قالت لي امي صح نقدروا نعيشوا كما الصحابيات. ابنتي سال، قلت لها نعم. قلت لها شوفي عبك انا كيفاش كنت نعيش كما الصحابيات، كل ما صرا لي مشكل في حياتي ولا موقف نروح نبحث في القصص، نقول شكون تماما شكون اللي صرا لها مشكل مشابه، ولا في الانبياء حتى الحلول الإنجاب في الزواج في العلاقه في كل شيء، نقول شكون صرا له موقف مشابه كيفاش تصرف، انا احاول احاكيه واقتدي به. وفعلا نجحت في كل موقف اقتديت به بالصحابه ولا بالانبياء الا وحققت نجاحا رائعا في حياتي، وانا الحمد لله راضيه على ذلك. ربما نعم كذلك. نعم تفضلي لميا. ربما واش خلى الصحابيات الصدى ديالهم يلحق الان وان شاء الله الى قيام القيامه، هما ما كانوش يديروا في الحسبان السن ديالهم. معناتها هي ام سلمه كي بدات تكون طالبه كما قالت لنا اختي، كما كانت تقول الاستاذه حنان، كي ولات ام سلمه طالبه عند الرسول عليه السلام شحال كان في عمرها؟ كانت كبيره. لكن اليوم لو كان نجوا نسقطوا على الحاضر ديالنا، كاين ظروف وين امهات توقف عن دراسه ربما لتربيه وربما لظروف ماديه او كل وحده نهار تستأنف الدراسه ديالها باش تحسن من 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 افكار تاعها، تحسن من منظورها نحو الحياه تاعها. واش المقوله اللي يقولوا لها؟ كي شاب علقوا الحجاب. هذه مقوله يعني في قمه الدناءه والتفاهه كما قلتي، يعطيك الصحه. كاين اللي ربما الله غالب كانت في منطقه ما كانش تدريس، وجات المنطقه تزوجت منطقه كانت تدريس واشتغلت بالتربيه وشافت باللي باش تكون قدوه لابنائها ما تقدرش الا اذا بدات هي بنفسها. ما تقولي لهاش كي شاب علقوا الحجاب، شجعيها. ومن عند من تصيبي هذه المقوله؟ من اقرب الناس ليك. انت الاصل انه اقرب الناس ليك هما اللي يعطوك الحافز، هما اللي يعطوك القوه، ولكن للاسف نصيبهم هما اللي يكسروك. ناخذوا قدوتنا كما كنتوا تقولوا ام سلامه اللي على كبرها كانت ولات فقيهه. نعم. وموقفها هذا وصفه العلماء سبحان الله. نعم. بانها انقذت
من الهلاك. نعم. ليست اشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الخطبه، بل هو في امر عظيم يخص مستقبل الامه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال: يا ام سلمه، هلك قومك، هلكت الامه. فقالت له: يا رسول الله، اشير عليك بكذا وكذا، ففعل بمشورتها فانقذت الامه من الهلاك. وهذا دليل كذلك اخواتي، انه شوفوا انه النبي عليه الصلاه والسلام كيفاش اعطى الادوار للزوجات تاعو. مثلا عائشه رضي الله عنها كي كان يدير، كان كما قالت عائشه رضي الله عنها، كان يدير القرعه بيناتنا شكون يخرج مع النبي عليه الصلاه والسلام، باش يبين النبي عليه الصلاه والسلام انه المراه ليس فقط دورها محصور مثلا انها تكون كزوجه تؤدي الواجبات، وانما كذلك كانوا في التمريض، كانوا في الغزوه، كانوا في السياسه. حنا كنشوفوا ام سلمه كما قالت اختي ام دره، راهي شغل وكانها كما نقيسوها هنا برلمانيه ولا سياسيه، اعطى لها هذاك الحق انها تشور عليه في امر تاع امه كما قالت ام ذره. فهنايا شوفوا تلك النظره اللي النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يتركها لينا حنايا كنساء، انه معليش تكوني زوجه ولكن تتعددين في العطاء. احلى حياه اللي بها ترضيه رب العالمين. نرجع الى ام سلمه رضي الله عنها، انه مما كان يخفف عنها الحزن أنها كانت تدعو بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سمعه زوجها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. سبحان الله، يعني هذا الدعاء وكيف كان له الأثر الكبير جدا على حياة أم سلمة. نقف يعني وقفة جميعنا عند أثر الدعاء في حياتنا. كما نعرف أختي مريم أن الدعاء هو مخ العبادة، بصح أم سلمة لما كانت تقول هذاك الدعاء وأشارت له أختي أم درة، أنه كي كانت تقول هذاك المقطع تاع واخلفني خيرا منه، يعني من أبو سلمة، كانت تقول شكون زعما راح يكون خير من أبو سلمة؟ كانت على يقين أنه من غير الممكن أنه حيجي واحد يكون أحسن من من أبي سلمة. ولكن اليقين ديالها اللي على بالها بلي الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، الى قال لك قولي هذا الدعاء معناتها اكيد راح يكون فيه خير. ما كان عليها ام سلمه الا انها ترضخ وتقول تماما هذاك الدعاء، يعني من بدايته الى نهايته. نتيجه هذاك الدعاء صراحة أنا صرات لي في حياتي مر ما توفى الوالد ديالي، وكنت نقول والله صدقني بالله هذاك الوقت جات الصديقة ديالي قالت لي: لم يقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، معناتها خير من الوالد. قعدت نقول زعما شكون؟ سبحان الله، بون باش ما نطولش، فقط ربي خلفني سبحان الله خير من والد، معناتها يجيب نهار رجع له ونحكي هذه القصة. نولي الأم سلامة كيفاش ربي أكرمها، لأنها التزمت بواش وصاها الرسول صلى الله عليه وسلم، أكرمها بأنها شافت نتيجة الدعاء كيفاش كانت. نتيجة الدعاء وشنو هي؟ أكرمها بنبي الأمة، أكرمها بنسب يذكر إلى اليوم وإلى قيام القيامة إن شاء الله. احنا واش نستخلصوا من هذه العبرة تاع الدعاء تاع أم سلمة؟ لا نستهين بقوة الدعاء. أصلا كما بديت قلت أنه الدعاء مخ العبادة، معناتها حنا لو كان نلاحظوا أنه في كل حاجة نبدأ نديروها إلا ولازم نبدأ بالدعاء. حتى في واحد القصة كان أحد الصحابة ما ولاش من الغزو وكانوا شدوه كأسير، كي راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له الوالدين ديال هذا الصحابي قالوا له: ما ولاش الابن ديالنا؟ قالهم: روحوا قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. بقاو الوالدين يدعوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كان من هذاك الصحابي إلا أنه جاء في الصباح بالغنائم حتى تخلعوا الوالدين. شوفوا قيمة الدعاء وشوفوا شحال ربي سبحانه يكرمنا بالدعاء. ونزيد نحل القوس هنا ونقول: لا نستعجل نتيجة الدعاء، لا نستعجل نتيجة الدعاء، كما على بالنا باللي ربي سبحانه يقدر يكرمنا في الحين، يقدر يكرمنا بعد حين، ويقدر يكرمنا يوم القيامة. الأكيد أنه ما فيه خير راح يديره ربي سبحانه من خلال الدعاء. نعم، وكذلك نشوفوا أنه
من نعمة الله عز وجل علينا أنه لما إحنا ندعي مثلا ندعي برجاء وبكاء وغير ذلك، يكون عندنا مثلا بعض الأمور التي نحب يحققها لنا الله عز وجل ونتذلل أمام الله عز وجل، ولكن شوفوا رحمة الله عز وجل ولو أنه يبطئ ولكن يدهش في العطاء. إحنا يعني نقول سبحان الله أنا دعيت ربما حاجة صغيرة، دعيت حاجة هكذا يا ربي حققها لي، يعني كنت ألح فيها رغم أنه الله عز وجل نقول بالك ابطا بالك هكذا بالك ما استجاب ليش دعاء، ولكن لما يستجيب لي الدعاء يدهشنا في الدعاء. وإحنا دائما نفتح قوس كذلك نقول أنه إحنا باش الله عز وجل يستجيب للدعاء تاعنا لابد أن نجد الله في الرخاء. وش معناتها في الرخاء؟ نتقرب إلى الله عز وجل لما نكون في صحة، لما نكون في رخاء، لما نكون في نعمة، لأنه علاه إحنا يا غير جينا مصيبة نحن نجري وندعيه. بصح كي يرزقنا الله عز وجل بنعمة البصر ولا نعمة الصحة وغير ذلك تصيبنا بعاد على الله عز وجل، تصيبنا ما نتقربوش الله عز وجل، تحتاج إلى نعم حمد شكر بارك الله فيك. الآن لما نبحث عن أنفسنا نجد أننا والله ما نش نتقرب الله عز وجل في لحظات اللي تكون عندنا هذيك النعمة نتمتعه ونعم يعني نزيد فيها على المدح وغير ذلك، وننساو أنه الله عز وجل هو اللي رزقنا هذيك النعمة. لما تصيبنا حادثة بسيطة ولا مثلا مصيبة أو مرض أو غير ذلك نقف وقفة مع أنفسنا نحاسبها. أنا رسالة الجميع يعني اللي راهم يشاهدوا فينا أنه لابد أن نتقرب إلى الله عز وجل في الرخاء. فلما تكون عندنا مصيبة، النبي يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت، لما نقوله في بطن الحوت في ظلمات وظلمات ظلمات ثلاث نعم ظلمات بارك الله فيك ثلاث، تصوروا احنا القصة لما نجونا نتخيلوها نصيبوها مستحيلة، بطن الحوت يخرج إنسان حي ويقعد حي وغير ذلك. قدرة الله قدرة الله عز وجل بماذا؟ بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا أخت حنان بالنسبة لهذا الدعاء يعني حاب ننبه المشاهدين أنه هذا الدعاء ماشي فقط في الموت، إذا أصابت مصيبة الموت أي نوع من المصائب في كل مصيبة كمرض كفقد شخص يعني يبتعد عنك أو كذا، فدائما يستحضر الإنسان هذا الدعاء يعني سبحان الله بالتجربة ما دعوت هذا الدعاء إلا وأخلفني الله عز وجل خيرا. وسبحان الله شوفي في الدعاء قال أجرني في مصيبة يعني تؤجر عليها، هذا فيه الرضا، رضا بالمصيبة، رضا بالبلاء، لازم نرضاه بما قدر الله سبحانه وتعالى لأنها مشيئته سبحانه وتعالى. ثم نطمع فيما عنده من الخلف، وقال خيرا منها جعلها منكرا يعني عفوا جعله نكرة، خيرا نكرة يعني كل أنواع الخير ماشي محدود في النوع تاعه، ماشي محدود في الحجم تاعه، في الكمية تاعه، فهو خير مطلق. والله عز وجل هو العليم بما هو خير لنا، يعني حين رزقنا ما هو خير لنا. ودائما الإنسان عليه أن يكرر هذا الدعاء ويدعو به بيقين. كاين واحد القصة يعني ربما هي طريفة، أحدهم كان يصلي على زوجته صلاة الجنازة في المسجد، ففي خلال الدعاء تاع الإمام قال وخلفها زوجا خيرا من زوجها، فقام زوجها إلى الإمام وضربه قال كيف تتدخل بيني وبين زوجتي، كيف تدعو لها بأن يبدلها وأنا وش خصني، قال له أنا وش خصني باش يبدلها خيرا مني، يعني هدفي في الدنيا، فالآخرة عند الله سبحانه وتعالى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وعوض الله عظيم. فعلا يعطيكم الصحة، يعني الدعاء مهم جدا، والإنسان عليه أيضا أن يتأدب في دعائه مع الله عز وجل، لأننا نلقاه يعني بعض الناس هداهم الله لما يتقربون إلى الله عز وجل بالدعاء وكأنهم يريدون الاستجابة يعني حالة، فإذا لم يجب الله عز وجل دعاءهم كأنه خلاص يعني الإنسان ما يوليش يدير يعني استغفر الله الثقة في الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل. لازم يفهم الإنسان أنه حتى في الدعاء راهو ابتلاء، راهو يختبر الله عز وجل الصبر تاعك، لأنه دائما في هذه الدنيا دائما نجد اثنين، نصيبوا الصبر مع الرجاء، نصيبوا اسم هذا الجناحين لله عز وجل يوضحهم باش يبتلينا مدى صبرنا على أنه نتقرب إلى الله عز وجل وندعي. ودائما كي ندعي وأنا باش نفتح قوسي لما تقول لك دعيت ما استجب ليش، الصبري ديري أمر آخر لله عز وجل تاني
فيه خير كثير هو الصدقة. لما نصدق ندعي يا سما، نصدق من جهة وندعي من جهة. شوفوا هذه الأبواب كلها كيف هي متماسكة فيما بينها، اللي هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا تسمحي لي أختي مريم، ندير واحد الإشارة أنه الدعاء ربي سبحانه كي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، وكأنه ربي سبحانه هو تولى الإجابة مباشرة بلا ما قال قل لعبادي. هنا الإشارة اللي حبيت نديرها، إياك والدعاء بواسطة، ورانا نشوفوا الهم الكبير تاع الشرك كما قلتي أختي حنان في الواسطة في الدعاء. تدخل سيدي فلان وسيدي علان والولي الصالح الفلاني والولي بالدراهم بالاكل بالشركيات، ايه، وتقول لك اني رحت لسيدي فلان وراح يستجب لي ان شاء الله ربي بسيدي فلان. لا لا، ربي سبحانه ما دارش واسطه، ما دارش واسطه بينه وبينك بالرسول عليه وسلم، فما بالك انت تروحي ديري واسطه بينك وبين ربي سبحانه بواحد كما هذا. خير الدعاء أن يكون أيضاً دعاؤنا للآخرة، فلا يركز الإنسان على الدعاء فقط من أجل أن يحصل المعيشة الدنيوية. هي فعلاً يعني الإنسان يدعو لأن يعني يحصل على شيء من متاعها، ولكن على الواحد منا أن لا يتناسى أن هناك آخرة وعليه آخرة خير وأبقى. نعم، آخرة خير وأبقى، أن نبذل الجهد من أجل أن نكون إن شاء الله يعني من أهل الجنة. وختام هذا الحوار لما نتحدث عن أم سلمة رضي الله عنها، علينا أن نشير أنها آخر زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يعني توفي عمرت 90 سنة، يعني وماتت حزنا على مقتل الحسين رضي الله عنها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني من الصالحات اللواتي يقتدين بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. إلى هذا الحد نختم هذا المجلس المبارك، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نرجع إلى أم سلمة رضي الله عنها أنه مما كان يخفف عنها الحزن أنها كانت تدعو بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سمعه زوجها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. سبحان الله، يعني هذا الدعاء وكيف كان له الأثر الكبير جدا على حياة أم سلمة. نقف يعني وقفة جميعنا عند من يزرع حياة خير يحصد لجاه، أحلى حياة اللي بها ترضيه ربي.